نشوف حبايبنا في دول الخليج كلهم. راح ناخذ جولة خليجية تنطلق من المملكة العربية السعودية وتروح دبي والإمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت. سيارة بمئات آلاف الدولارات، إلهام الفضالة تهدي شهاب جوهر سيارة فارهة وتعلن عن مشاركتها بجائزة عمار. تم اختياري طبعا من مؤسسة عمار، موسمهم اللي هو 2021. شاركت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على سناب شات، شكرت من خلاله جائزة عمار على الثقة التي منحوها لها كمشاركة بلجنة تحكيم الجائزة بدورتها الخامسة، وعبرت عن مدى سعادتها بتواجدها ضمن اللجنة. هلا 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 هلو، يعطيك العافية. كما ونشرت الفضالة مقطع فيديو على حسابها الخاص في سناب شات، ظهرت فيه وهي تقدم سيارة يبلغ ثمنها مئات آلاف الدولارات لزوجها الفنان الكويتي شهاب جوهر، وهي من نوع مرسيدس جي كلاس أبيض. هذا وظهرت الفضالة وهي ترحب بجوهر أثناء عودته من عمله حاملا كوبين من القهوة، ليتفاجأ بالسيارة أمام المنزل، فيما لاحظ المتابعون أن الزوجين يتبادلان الغزل بكثرة ويظهرونه بوضوح على السوشيال ميديا، إضافة إلى انكشاف مظاهر الثراء التي بانت على شهاب جوهر حين تزوج من إلهام الفضالة.